أخبار متنوعة في جولة الصحافة لهذا اليوم، أبدأها وإياكم مشاهدينا من الحياة بطبعتها السعودية التي تحدثت إلى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ. حافظ قال في حديثه: المزاعم الروسية بتمويل مصارف خليجية لمنتجي المخدرات الأفغانية باطلة. مما جاء في الحياة أيضا: قضاة يرفضون الستر على فتيات الخلوة والابتزاز ويلزموهن بالحضور. قضاة في المحاكم الشرعية في جدة قرروا عدم الاعتداد بعبارة تم الستر عليها، وهي الجملة الواردة في اللوائح المحالة إلى المحاكم من هيئة التحقيق والادعاء العام في قضايا الخلوة والابتزاز، وتستخدم عادة للدلالة على ستر أي فتاة قبض عليها في خلوة مع شاب أو تعرضت للابتزاز والتهديد من طرف كانت على علاقة به، كما تتيح لهن هذه العبارة عدم المثول شخصيا أمام القضاء. نذهب إلى صحيفة المدينة، وفي عددها اليوم نقرأ عن سرقة 20,000 يورو من منزل لاعب الاتحاد المحترف الكاميروني إمبابي. عنوان آخر في المدينة أيضا: اتجاه لتطبيق عقوبات مالية متدرجة بدلا من الحد الأعلى لغرامات ساهر. ننتقل إلى صحيفة الشرق التي اهتمت بمطالبة محامي رجل الأعمال جمعة الجمعة المحامي ياسر القحطاني دفعه مبلغ 200 مليون ريال إلى موكله فهد القحطاني نظير أتعابه عن الخدمات والاستشارات القانونية التي قدمها على مدى 9 سنوات للجمعة. الشارق نقلت أيضا كلام عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سهيلة حماد التي ردت فيه على عضو هيئة كبار العلماء صالح بن فوزان الفوزان بأن المرأة شاركت رسول ولم أتطاول على الصحابة. وأوضحت زين العابدين أن اندفاعها بتولي المرأة مناصب كبرى في الدولة بما حدث في عهد الصحابة من قصص وأحاديث نقلت بالتواتر، وتؤكد أخذ الصحابة برأي المرأة وهو ما تعلمه الصحابة من الرسول الذين حرصوا على مشاركة المرأة في المبايعة وتوليها الشؤون العامة في المجتمع. نتابع في الصحف السعودية مشاهدينا، ومن صحيفة عكاظ نقرأ: اكتشاف 3 شهادات هندسة مزورة يوميا. نذكر أن هذا الخبر مشاهدينا كشفه أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين. من الشأن السعودي ننتقل إلى الشأن الكويتي، حيث عالم اليوم تصدر أعلى صفحتها: فريق قانوني للتواصل مع المنظمات الدولية والكشف عن الخطوات المقبلة غدا. الأغلبية الكويتية تصرح: اتصالات مع الكونغرس والبرلمانات الأوروبية لتدويل قضيتنا. من عالم اليوم نقرأ أيضا: القوات البحرية تشارك في مناورات درع الجزيرة في فبراير المقبل. أمير القوة البحرية الأنصاري يصرح: وجود السفينة الباكستانية الأمجير في الكويت ليس ردا على مناورات إيران في منطقة الخليج. نلقي نظرة على أبرز ما جاء في صحيفة القبس الكويتية أيضا: النائب والوزير الأسبق أحمد باقر في حديث للصحيفة: إسقاط فوائد القروض غير جائز شرعا وقانونا ودستورا. القبس تذيل صفحتها عنوان آخر: الكريستال يتلف الأعصاب ويزيد السلوك العدواني، مخدر الموت يغزو أوساط المراهقين. والصحيفة التي سنختتم معها جولتنا مشاهدينا اليوم: الأيام البحرينية، وفي إصدارها: تعقيدات لتطبيق التأشيرة السياحية الموحدة. الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية يكشف في حديث للأيام: الخليجيون ينفقون 27 مليار دولار خلال إجازاتهم. مكافأة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لمنتخب بلاده بعد فوزهم بلقب كأس الخليج لكرة القدم والتي بلغت قيمتها نحو 50 مليون درهم تصدرت أيضا عناوين الصحف اليوم. الأيام عنونت الخبر: الملايين تنهال على منتخب الإمارات، وفي الصورة نشاهد الشيخ خليفة مستقبلا أعضاء المنتخب. ختام جولة الصحافة، شكرا للمتابعة.